ثم بعده مسألة مزارعة، مزارعة من الزرع ما هي؟ لا، المزارعة وهي أن يعامل المالك غيره على أرض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك، فإن كان البذر من العامل فهي مخابرة وهما باطلان للنهي عنهما. نعم، فإذا المزارعة والمخابرة كلاهما باطلان، أما المساقات جائزة. مساقات أبين أولا. فإذا المزارعة ما هي؟ أن يعامل المالك غيره على أرض ليزرعها، فإذا أرض لمن؟ للمالك، ليزرعها، هذا غير يزرع هذه الأرض، فإذا هو يأتي بالبذر ثم يزرع كل شيء منه، ما هو يعني فائدته بجزء معلوم مما يخرج منها، ثم بعد الزرع يعني هذا الزرع يخرج شيئا، فهذا الشيء يعني الثمر يكون بينهما بجزء معلوم بربع ثلث عشر هكذا. والبذر من المالك، وهنا الأرض والبذر كلاهما من المالك، يعني هذا هو المزارعة. فإن كان البذر من العامل، يعني الأرض فقط لواحد، البذر من العامل فهي مخابرة، يعني اسم يختلف فقط، هذا اسم يعني كان مشهورا بالجاهلية لذلك قال تغير، يعني هذا المخابرة وكذلك المزارعة كلها كانت جارية بالجاهلية، هكذا يعني تغير الاسم بتغير هذا البذر، وهما باطلان للنهي عنه، ورد في صحيح النهي عنهما. واختار السبكي رحمه الله كجم من آخرين جوازهما، جوازهما مطلقا، المخابرة والمساقات مزارعة كلها جائزة. واستدلوا الإمام السبكي وكذلك وهؤلاء الجم بما استدل مع ورود النهي كيف جوزوا، وإذن عندهم دليل آخر، هذا الذي قال واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدينة، يعني هم كانوا يخابرون أو يزارعون، يعملون يعاملون معاملة المخابرة والمزارعة، هذا هو دليله. فإذا هنا في هذه المسألة أدلة متعارضة، وبعض رجحوا هذا الدليل يعني عمل عمر رضي الله عنه وأهل المدينة وقالوا بالجواز، أما غيرهم من الأئمة رجحوا ذاك النهي وقالوا بمقتضاه ونهونا. وعلى المرجح، وعلى المرجح يعني القول الأول من عدم الجواز، فلو فردت الأرض بالمزارعة فالمغل للمالك، يعني هكذا جرى بين اثنين عقد المزارعة مع أنه غير جائز، لكن رجلان ارتكبا، فإذا لمن يكون المغل؟ هذا الذي هو فالمغل للمالك، لماذا؟ لأنه نماء ملكه، لذلك له الغلة له، وعليه للعامل أجرة عمله، العامل عمل رغبة بالأجرة، فإذا يكون له أجرة المثل لعمله، ليس لعمله فقط، ودوابه وآلاته، ممكن هو يأتي بدابته لأجل الزرع ويأتي بآلات الزرع، فإذا يكون لكل هذا أجرة. وإن فردت الأرض بالمخابرة فإذا هذا البذر ممن؟ من العامل، فالمغل للعامل، لماذا؟ هذا البذر منه، لذلك المغل للعامل وعليه. فإذا بالنسبة إلى مالك الأرض لماذا يكون له؟ يكون له أجرة مثل الأرض هكذا، وعليه يعني على العامل لمالك الأرض أجرة مثلها. نعم. ثم وطريق جعل الغلة لهما، وطريق جعل الغلة لهما، يعني هنا طريق
وطريق قلب المزارعة والمخابرة إجارة والذي سبق يعني مزارعة أو مخابرة كلاهما باطلا. إذن لو قلب هذين العقدين إلى عقد الإجارة يصحان. فكيف فإذن كيف هذا قلبهما إجارة؟ هذا الذي يقول جعل الغلة لهما وطريق جعل الغلة لهما غلة لهما ولا أجرة يعني على مالك على آخر لا يكون أجرة بل يكون الغلة لهما. طريقه أن يكتري العامل عامل يكتري أي شيء نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافعه عالاته وبنصف البذر ثم بعد ذلك هو أن يعمل هذه الأعمال بهذا النصف الآخر ويتبرع بالعمل ثم هذا العمل بالنسبة إلى عمله هذا عمل مجانا ثم فإذا نصف البدر نصف العمل نصف منافع الآلات نصف البدر أن يكتري العمل نصف الأرض بنصف البدر ونصف عمله ونصف منافع آلاته أو نصف البدر ويتبرع بالعمل. هذه صورة ثانية. نعم هناك كلمة أو نعم يعني صورة ثانية. أولا يكتري نصف الأرض ما هي الأجرة؟ أجرة نصف البدر نصف العمل نصف منافع الآلات كلها أو هو يعني يكتري نصف الأرض بأي شيء بنصف البدر فقط أما العمل كله مجان عندئذ والمنافع بالعمل والمنافع نعم يتبرع بالعمل والمنافع هذا حيلته تصحيح المزارعة والمخابرة ماذا قال وهو يستأجر نصف الأرض ما هي الأجرة بنصف البدر ونصف عمله ونصف منافع آلاته هذه ثلاثة نصف كل شيء يجعل أجرة نصف الأرض إما هذا أو بنصف البدر فقط فإذا هذا العمل والمنافع هذا متبرع إن كان البدر منه هذا متى إن كان البدر منه يستطيع أن يجعل نصف البدر أجرة لنصف الأرض لذلك قال إن كان البدر منه يعني من العامل فإن كان من المالك فإذا الأرض والبدر كلاهما من المالك فما هي الطريق فإن كان من المالك يعني البدر لو كان من المالك استأجره المالك يستأجر من العامل بأي شيء بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر من البذر نعم في نصف الأرض ثم ويعيره نصفها فإذن هنا في الصورة كلها استيجار نصف الأرض نصف الأرض أو يعني الزرع بالأجرة في نصف الأرض فإذا النصف الباقي ماذا يجعله؟ أو يعيره يعني يعطيه إعارة النصف الآخر نعم فإذا يكون هنا الثمرة نعم ثمرة نصفا نصفا يكون وهنا يعني غير المزارعة والمخابرة وإجارة نعم هكذا.